تبارك الله عليكم المتتبعين، كي درتوك لقيتوك دايرين شويه كدرتو مع الصحيحه العواش المبروكه، صومهم بالصحيحه والسلامه والهلا يخطيكم الله يكبر بيكم. ايوا دابا راني جيت هاد الحوايج غندير فيهم اللي كتب الله ولقيتهم حالتهم. ايوا انا وليداتي كندوز عليهم، ها انتم هذه الحليفه وانا كندوز على الطويوه ديالي، وغتابعوني اليوم في الباديه، تابعوني اليوم في الكانون، والهلا يخطيكم وليداتي الله يخليكم ليا الهلا يخطيكم. سير عند حالي كلهم غنبدل البوطه الكبيره. تبارك الله على المتتبعين، كنتو لاباس عليكم، كنتو مع الصحيحه العواش المبروكه، تصبحوا وتربحوا. واليوم رحنا جينا للعربيه نديروا لكم الفيديو، لقينا الشتا ودابا رحنا غادي نحولوا الفرن، وهنايا غنديروا العافيه هنايا على برا، حيت لقينا كلشي كلشي فاز. يلا هاري نديرو طوبيات ولا حجرات؟ طوبيات ولا حجرات؟ اطلع اطلع ودير جو. خليوها في الاول الفيديو. انت مخروطي وليداتي، هذا راه الشعير، ها هو هذا راه الشعير، شوفو كي داير. ها هادي راه ديري عمر لينا شتايا، انا كاع راه ديريهم. ها غنحيدو لها طلعت شي حاجة. ها زيدي لخصي ديك السطا اللي هنا، عمر حميد هذاك بالماء. السلام عليكم اخوتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم، كي دايرين مع الصحيحه؟ كي تشوفوا هذا النهار امي نعيمه راجعت للباديه ديالها العربيه، وانا جيت لعندها دابا غنوجد معها الغديوه ديالها، وانا نوض نرب الماء وعاد نجي نقي السبيطه امي نعيمه. بسم الله حفصن. ديري خربين الماء غنوليكم. دابا هذا هي العافية ديالنا، حنا شعلناها بسم الله. لا 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 تما يجي حمل لا عدد الشطة. دابا نزيدو العافية. وانتم اخوتي هيا ردينا البريمة ديالنا، نمشي عند امي نعيمة نعيونها. اجا بنيت هاديرها اخوتي، قنت حليمه في عين السيخ، هادي هي قنت حليمه في عين السيخ. هادي راه مسكينه عقول اللي داك راجلها الفقيه، هادي راه مسكينه عروستها بغات تبان معايا حتى هي، بغاو يستافدوا من ديك القناه. الله يسهل عليكم الا ما دخلوا عندهم. ها انتم وليداتي، ها الطاوه ديالي، ها انتم حكيتها بالحلف حتى ولات كنت ديرها. ها انتم مريم تحيا دير فيها هاد البسبيس.
دابا وليداتي غنديرو انتم غتتبعونا على كل شيء وليداتي، حتى حاجه ما غنضرقوها عليكم. لكن البسباس خصك تنقيه حتى اه وانا وري ايوا راكي كتعرفي لا وقولي لي وانا فين ما قلتي لي حبتي نحبس يلا انا تعجبني لي وريني ايوا لا غاديري الله يدي لك هي مزينه امين الله يرحم لك الوالدين المتابعين اللي دخلوا لقناتكم كيسمعوا دخل اخوتي حليمه في عين الصياغ اخوتي دخلوا حتى حنايا دخلوا حتى حنا عاونونا شي شويه الله يسهل عليكم وخلي نتوما صحيح حتى هو وخلي له وليداته وخلي له معز عليه في هذه العواشر هذه وحتى شد لك صحيحتك امي نعيمه حميد وليداتك الله يسهل عليك الحبيبه اخوتي دخلوا عاونونا بشويه وعاونونا بجيم راه طايح حتى للتالي راه عمي عمي مساكن تخلصوا مره واحده راني مبغيتش نسمح فيها كون بغيت نسمح فيها سمحوا لاني ما قاديش نسمح فيها ومتتبعين دابا ان شاء الله يدخلوا عندك دابا ان شاء الله يدخلوا عندكم الله يرحم لك الوالدين ايوا هذا هو بنيت صافي غير ديري له كله هكا شكرا لمريم حتى هي وخلي لها وليداتها ومرا دارها يرحم الوالدين دابا خوتي هاد الوطه ديال 4 الفوار زقزق زيد العافيه لهنا هاد الوطه 4 الفوار ها انتم هاك بحال اللي تفركتها هاد الوطه 4 الفوار غنديروا كل حاجه في جهه ها انتم وليداتي ها انتوما انا درت الحيمه ديالي هنايا طيب تقلى ايوا ما يكون غير الخير عند الله بحال هذه خصها وحدها وهذيك وحدها هذيك المغطايه هذيك المغطايه عاني ركن ديالي شدي هذه هك دابا خوتي ها انتوما الشعير ها هو صحيح اخوتي هذا ايوا ها انت راجلي مسكين بلبوله 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 الشعير بلبوله الشعير اخوتي ها انتم راجلي مسكين شعل لي العواد شد هذا حزموني ورزموني يا وليداتي حزموني ورزموني ما تخافوش عليا لا تعاونوش عليا هذا داك الطحين الطحين تيعزوه فيا ها انتم يا خوتي ولاد راه زيديني زيديني راه المتتبعين غيشهدوا فيك داخل عدي ايوا ها انتم اخوتي غا سمعت كل شيء غلا كتعطيني الطحين بالمعلق جيبينا الخنشه حداها خلينا بالمعلق اخوتي راه نزيدها الطحين راه كنطبخ لك صدق خرجي لها الخنشه حداها وقفيها هنا راه كلشي غلا ماشي بحال قويله صافي دابا غادي نخليه يفور الله يا ربي الله وهانتوما تابعونا خوت تابعونا وليداتي وهانتوما وليداتي هذا راه الحوته هذه ديالي حيت انا مثلا ديالها وراه فيها غراس
يا غراس يرجيني لغراس واعطيها انه خليها فيها انت على الاقل شي لغراس. انا درت هنا واحد قوقاد بطاطا واحد هادو لفسات ولا وين عند مريم وقيله من عام الاول. انا قديت انا باش ناكل اوليداتي انتم ما ندير لها هكا في هذا الراس راه عظم كنت بشرب الحامض بجي وحمد له يا ويلي وحمد له. ايوا انت هزوها معايا قول الله ينجيك من ما تسقاه الله ينجيني. وعرفتي شنو راه طاري فيكم ما عندك ما تعاود؟ ما عندك ما تعاود؟ ما عندي ما ايوا لا تسمحوا ليش المتتبعين حجبان ولا تحرقوه ما هوش فران. مش كاينش على العافيه ما شافوش. ايه وهكا مالي وهكا مالي. تقولي هذه دابا تبينتي ديك الدرجه. كل شيء تقدا. هاي تقداو. هكا الحبيبة هاك ردي لي هذيك البيطة دابا انا نردو لمينا عيما هذا الشيء هذا يطيب الله يشافيها. امين 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 والله يخلي بو حميد توفيق ربي يخليك الحبيبة الله يخليك الله يرحم الوالدين. طباس هنشوف داك هذا واش طاب كنت شوفي عينيك انت وهادو اكثر غير هنشوف هانتوما وليداتي كاي طلعها اللي طريقتك انت انت اللي كنت تدري هنا لا كنت تدري تما ويخيبوا بزوج خطره اسكت اش عندك من طريقه اسكت لا خطيتك راك تقعد تدور في الشوارع هما غيحكموا عليك ما خطيتها المتتبعين تدور في الشوارع ايه عرفتي تلقى غادي في الشوارع عرفتي صح والله الا قالك هو اللي قالها لك انت قلت لي نمشيو ليه قلت تسمى تسمى الما ديروا لي غا هنا يا شوف البوطه مغات 10000 واد المتتبعين ديالنا ولنا راني جيت ديك الطفيله بنت رجاء راه عيانه شويه خصني نمشي باش نسول عليها كيف فين وصلت للمرحله ديالها راه الوالده راها واقيله هنا ما عرفتها واش هنا قالوا لي ما كانتش هنا راه قالوا لي عجات وانا غنصيفط نجات نشوفها واش تلقاها هاك هي الصغيره ها الصغيره ديالها اللي قدامكم ان شاء الله ها هي ها الصغيره ديال الوالده المشاهدين حضرتو لنا تعريفه وحضرتو معنا الصفحه واليوم راح نتكلم على العربيه نقول لكم واحد الفيديو جديد كنتمناكم تتابعونا عليه ودابا راني هو هذا لالا زهرة هاد الصغيره اللي جابتها ماما الله يكثر خيرها خليكم معاها انا سيل دابا وانت جيتي قول لها امي غادي عندك هذا خوتي راه طايب هادنا ها انت هادي البلبولات شعيره خوتي انتم تبارك الله في جات بك
ها انتوما وليداتي داك المطايب اللي درنا لها هذاك هو اللي كيزينها. غنتعلم من الحرفه من مو نعيمه. انا واش كنديرها في الصيكوك؟ ان شاء الله ديريها في الصيكوك هي احسن من طعام من نطحن نطحن شعير. هي صحيه تجي زوينه. الله يخلي لها صحيحتها. امين حبيبي امين. ترى الصحه هي كل شيء. امين حبيبي. ايوا المودر عندي في الدار هي. الله يلا كون قلت لي كون جبتك ميدون. الله يرحمني والدي. تستاهلي اي ديري شويه هنا. تستاهلي تستاهلي كل شيء. وكثريات خويا زهير تستاهل اي حاجه. خليك الحبيبه لا يخطيك. غنخليها هكا شويه تشرب. شرب الماء. اه وهنا معكم ان شاء الله. دابا الخضيره ديالنا هي تديرها مو نعيمه. اجي داك الشيء واعر فوق العويله. يا دابا اللحم درك ومني غيتجبد تقلبي البسباس عاد جبدي اللحم. والله الا تقلبي البسباس ودابا خصك تطلعي من الفوق باش ما اه انا تاع البسباس مسال. لا كنت تدير شي حاجه غير تقلبي البسباس هو الاول وتخلي الفن زيدي هنا. عندك اللي كنت تشربها لك في الارض. ماشي مشكل عادي لي غير. لا مسوديش لتحت. حزموا له راسهم راه فيه الحريق. الله ينافيه الحريق. علاش ما هو عليه شوي شحال ديال العواد ما يطيبش. ايوا هانا وليدات ديال نواه. لا خوتي نشللها دابا باش ما يسقليش في هذاك الشيء. الله يرحم الوالدين. غير نقص منها بعدا ولا ما نغسلها ب بارك الله عليكم وليدات. لقيت عندها شي دبانات هنا كيدورو. قلت لها انا نخدم وانت ديري الفوطه. قال لك شي وحدين كانوا كيحصدوا يوم داروا صيكوك وطيح فيه الدبان. قال لك هو واحد قال لهم يا سيدي مول فدان ما الغداك بدبانو. يحسب نسان وجهه وراه جنحانو طاح وكيعوم مع راسو الدبان ورقد. وهي ليها راه ما رضاش براسها الدبان جا عندها. هو برا خوسي المشاهدين ماشي بداخل. تعب ورعب برا داخل. هذا اللي في الباب ضروري غيدخل. لا راه دابا جاي غادي يتشمش ما غيدخلش داخل البروده. على قبله باش ما يدخلش. ساك يا مريم. هذه غتولي كثار من مول الملحه. مول الملحه والحوت والسردين. واه شرين ها سردين. شحال الحوت العطار. كيعبر يعبر ملي كتفزق يدو كيدير في المغل. ويلي عاوتاني يعبر الاخر
عاودي مسح في البغال. يا ربي سلامة شاب المقام. ما تجريش بزاف. أنا لا لا. يبغى يجري يجري ولا يبغى يجري؟ مسقعدي يا ليا مسقعدي. يا الراجل شتو غمصدوم. ما بقاش كيهضر. هو العافية اللي. العافية لا حجبانو تحرقوا. حجبانو تكداو أنا مقلدة نبقى غير اللحم. تحرقوا على الولاد. بغيتك هذا خاطر يتحرق هذا. راه محروق. يتلهب باش ما تحسنوا لا والو. ايوا لا خطك علينا بركه حصيتو كنزيدو. يلا وليداتي هذا هو الشعير ديالنا، غندوزو ان شاء الله ناكلو الشعير ديالنا ولهلا يحوجكم ولهلا خطيكم وليداتي. يلا زيد الدور احنا ندور زيد بنتي. يلا اخوتي شكرا لكم بزاف بزاف وشكرا لمي نعيمه وخويا زهير وحميد، وتنتمنى منكم تدخلوا القناه تاعنا ديالنا وتساندونا شي شويه وشكرا لكم. انتم اخوتي ما بغينا غير نقسم هذاك الشيء كي اه ويلي والله لا نقسم هذا. انا غنمشي اخوتي بحالي رحنا مزروبين. ها انتم تبارك الله طاير على الشيطان بنتي راه خير خضارك. هذا ديال مريم اخوتي راه كتخبز. ايوا اش غندير في النصيب ما كيكون حتى واحد. العزيز في النصيب كلشي تيكون مشطور وفي الحطان تيجيو هاك دي غطيت شد ايوا خليك ربي يخليك. هاني داك الكوكو ديال اختي راه داخل الله يسهل عليك لما جيبي لي كوكو. ايوا هادي ياخدي وتلا وليداتي. الله يا ربي الله ديك المغيرف هاك الحبه ديري فيها داك الماء باش نغسلوها هاك الله يسهل عليك. ها انتم اخوتي شد شوفوا طويبتنا كي جات بالبسباس. ها ها انتم شوفوا على مريقه ها انت جات زوينه صحتك وراحتك حتى حنا بصحتنا بحق ربي يخليك الحبيبه الله يخطيكم. تبارك الله عليكم اخوتي وهذا هو الفيديو ديالنا وعطيت تحيه للمتتبعين وتبارك الله على المتتبعين وهذا هو الفيديو ديالنا والله يكبر بكم اخوتي وجمجمونا هذا الفيديو الله يكبر بكم في هذه العواشة. وهذا الفيديو ديالنا اخوتي والله يخطيكم وتحيه لكم كبيره وشكرا لكم اخوتي بزاف تحيه لكم كبيره وليدات وتنتمنى منكم عاونونا حنا شي شويه يا امي نعيمه حتى هي تتوقف معنا ان شاء الله يا ربي دابا راه حتى هي صورت ودخلوا القناه ديالنا حتى حنايا جمجمونا كي قال بو حامد شي شويه وتحيه لكم بزاف بزاف اخوتي. يلا وليدات هذا الفيديو ديالنا متتبعين وليداتك هذا وليداتي غدايا ها هو هانتوما يا الهنوضي سي انت باغا تمشيش معانا ها انا غنمشي يلا وليداتي دابا عطيو التحيه للمتتبعين نقول التحيه وتحيه للمشاهدين وتحيه للمتتبعين تبارك الله عليكم. انا خليت لهم غداهم من الكانون وخليت هاد المراه مسكينه هي كتغدى لداخل حتى هي تابعوها حليمه في عين السيخ ونبغيوكم تعاونوا اي واحد. ومريم راه تتخبز قالت لي عيني نعطيك الخبز وهي غير كدير هكاك كون بغات مين دير خبز كون اه بصحه تبارك الله عليكم اخوتي لا خطيكم كاع
دابا دابا عندك والعزاز الغاليين، انا غدا بحالي مح عليكم، راه كتخبز دابا دابا عندك. يلا راني خليت لكم الدواس لداخل، يبقى لكم في الكابيكم. يلا